بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 156. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي المواريث. الفرائض يعني المواريث، لأن الله سبحانه وتعالى بينها في كتابه الكريم، فبين الفروض المقدرة، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فهي ستة فروض نص عليها القرآن الكريم. وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي، وهذا سيأتي إن شاء الله مفصلا. وعلم الفرائض علم مهم، لأنه صعب، صعب تعلمه وتعليمه، وهو أول ما يفقد من العلم، أول ما يفقد من العلم علم الفرائض، لغموضه وخفائه على كثير من الناس، وهو لا يعرف إلا بالتعلم والممارسة والحذق والفهم القوي. وهو ينسى، وهو كما قال الناظم: أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يحكم بينهما في آخر الزمان. فلذلك يحرص العلماء على هذا الفن بالمدارسة والتعليم والتمرين عليه، حتى يبقى لحاجة الناس إليه، لأنه يتعلق بالمواريث، فهو علم ما بعد الموت. المواريث إنما تأتي بعد الموت، فهذا العلم يختص بما بعد الموت، أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يحرص العلماء وطلبة العلم على هذا الفن، يتدارسونه ويدرسونه حتى لا ينسى، ولحاجة الناس إليه. نعم. كتاب الفرائض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني. نعم. كلمة كلمة. تعلموا الفرائض. تعلموا الفرائض، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتعلم الفرائض خاصة، لوجه خاص، لأمرين: أولا لحاجة الناس إلى ذلك، وثانيا أنه ينسى، أنه ينسى،
فبالمدارسة والتعليم يبقى بإذن الله، فلا يغفل عنه، وهو يتعلق بما بعد الموت. أما بقية العلم فإنه يتعلق بما قبل الموت في الحياة الدنيا. فلهذا حرص العلماء على هذا العلم ليبقى ولحاجة الناس إليه. نعم. تعلموا الفرائض وعلموها. تعلموا الفرائض وعلموها، ما يكفي أننا نتعلمها ونعرفها، بل لا بد أن نعلمها لمن بعدنا لأنهم بحاجة إليها. نعم. فإنها نصف العلم. فإنها نصف العلم، لأن العلم يتعلق بما قبل الموت، وهذا العلم يختص بما بعد الموت، فلذلك صارت نصف العلم. نعم. وهو ينسى. وهو ينسى، يعني تعلموه وعلموه لأمرين: أولا حاجة الناس إليه، ثانيا أنه ينسى، فلأجل أن يبقى ولا ينسى يحرص على تعلمه وتعليمه في المساجد، في المدارس، في المعاهد والكليات. نعم. وهو أول شيء ينزع من أمتي. هو أول علم ينزع من هذه الأمة في آخر الزمان، حتى يختلف الاثنان في فريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. نعم. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. رواه أبو داود وابن ماجه. العلم ثلاثة أنواع. نعم. وما سوى ذلك فضل. وما سوى ذلك فضل، يعني زايد. وأما هذه الثلاثة فإنها أصول يحتاج الناس إليها. نعم. واحد. آية محكمة. آية محكمة، آية من القرآن محكمة، يعني لم تنسخ، لأن القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ، فالباقي يسمى محكم والمنسوخ يسمى منسوخا. نعم. أو سنة قائمة. أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. قائمة يعني موجودة ومتدارسة. نعم. أو فريضة عادلة. وهذا محل الشاهد، أو فريضة عادلة، يعني ميراث يكون على وفق الكتاب والسنة، حاجة الناس إلى ذلك. نعم. وعن الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس. تعلموا القرآن الكريم بحفظه وتلاوته، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وحبل الله، وحبل الله المتين، فيحتاج إلى عناية، يحتاج إلى دراسة، تعليم وحفظ لئلا ينسى. نعم. تعلموا القرآن وعلموه الناس. علموه الناس، ما يكفي أن الإنسان يتعلم العلم، لا بد أن يعلمه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. وتعلموا الفرائض وعلموها. تعلموا الفرائض يعني المواريث. تعلموا الفرائض يعني المواريث. نعم. وعلموها. وعلموها لغيركم، لحاجة الناس إليها. نعم.
فإني امرؤ مقبوض والعلم. يقول صلى الله عليه وسلم إني امرؤ مقبوض يعني متوفى، كما قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت من الأنبياء وغير الأنبياء. نعم، فإن امرؤ مقبوض يعني متوفى عليه الصلاة والسلام. نعم. والعلم مرفوع، والعلم مرفوع يرفع في آخر الزمان، يرفع في آخر الزمان عند قيام الساعة من صدور الرجال. نعم. ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. يوشك أن يتوقع أن يختلف الاثنان في فريضة يعني في ميراث فلا يجدان من يفصل بينهما ويبين لهما. هذا مما يؤكد الاهتمام بهذا العلم. نعم. ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما، ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. ذكر هذا الحديث أو هذا الأثر الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ذكره عنه ابنه عبد الله، لأن الإمام أحمد له ابنان عبد الله وصالح، عبد الله وصالح. وأما حنبل فهو ابن أخيه، حنبل ابن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي. نعم، هذا فيه فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. نعم. واحد واحد. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. نعم، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، فيه رحمة وشفقة على الأمة وحرص على ما ينفعها. نعم. وأشدها في دين الله عمر. أشد هذه الأمة في دين الله عمر القوي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. نعم. وأصدقها حياء عثمان. نعم، عثمان أصدقها حياء يعني يستحي من ما لا يليق، يكف نفسه عما لا يليق من الأقوال والأفعال. وعثمان كما صح في الحديث تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. نعم. وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل. نعم، معاذ بن جبل مشهود له بالعلم بالحلال والحرام، هذه ميزته، وهو يأتي يوم القيامة سابقا للعلماء رضي الله عنه. نعم. وأقربها لكتاب الله أبي. أقربها لكتاب الله القرآن أبي بن كعب، كان مشهورا بحفظ القرآن وإتقانه، وكانوا يتعلمون منه. نعم. وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت. أعلمها، هذا محل الشاهد، أعلمها بالفرائض يعني المواريث، زيد بن ثابت رضي الله عنه. علي بن أبي طالب أيضا مشهور في علم الفرائض. نعم. ولكل أمة أمين. نعم. وأمين هذه الأمة
أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، هو أمين، ولذلك يلقب بأمين الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، فهو أمين على ما تولى وما استحفظ عليه، لا يضيع منه شيئا. نعم. باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي. هذه طريقة قسمة الفرائض، يبدأ بأصحاب الفروض وما بقي فهو للعاصب، والعاصب هو من يرث بغير تقدير، يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض، فإذا لم تبق الفروض شيئا فإنه يسقط، هذا هو العاصب، لأن الورثة على قسمين، لو فرض ولو عصبات. قد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوهم وابدأوا بهم، فما بقي فلأولى رجل، فلأولى رجل ذكر، ما بقي بعد الفروض فلأولى رجل ذكر. فالعاصب هو الذي إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا كان مع أصحاب فروض يأخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق بعد الفروض شيء يسقط ولا يأخذ شيئا، هذا هو العاصب. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو أولى رجل ذكر. متفق عليه. ألحق الفرائض بأهلها، هذا الدليل على أنه يبدأ بأصحاب الفروض فيعطون فروضا، فإن بقي بعد الفروض شيء فهو للعاصب، وإن لم يبق شيء فإن العاصب لا شيء له. فالعاصب هو من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض سقط وليس له شيء، هذا العاصب. نعم. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لأولى رجل ذكر، لما قال رجل خشي أو خشي أن يفهم أنه الكبير فقال ذكر، يعني كبيرا كان أو صغيرا، فلأولى رجل ذكر صغيرا كان أو كبيرا، المهم أنه ذكر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. هذا فيه أن سعد بن الربيع أخذ مال أخيه ولم يعط ابنتيه شيئا، فجاءت أمهما، أم البنتين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لم يكن عنده علم به فإنه ينتظر حتى ينزل عليه الوحي، فصبر صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله المواريث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي ابنتي سعد الثلثين،
وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك تعصيب. نعم أعد. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما. عمهما سعد بن الربيع رضي الله عنه، نعم. وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. لا تتزوج الفتاة إلا ومعها مال، التي ليس معها مال لا يرغب فيها، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يتوقف حتى ينزل عليه الوحي. قال الله جل وعلا في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، نعم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين. فدل هذا على أن الإناث إذا كنا أكثر من واحدة لهما الثلثان، الواحدة لها النصف، والأكثر من واحدة لهما الثلثان، نعم. أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وأما الزوجة فلها الربع، وإن كان معها ورثة آخرون فإن يعني يحجبونها، هذا حجب نقصان، يحجبونها من الربع إلى الثمن، نعم. وما بقي فهو لك، تعصيب يعني، وما بقي بعد الفروض فهو لك تعصيب، نعم. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. رواه أحمد. نعم، زيد بن ثابت رضي الله عنه من أكثر الصحابة إلماما بالمواريث، وقد حصلت هذه الواقعة وعرضت عليه، فقال أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين. أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين، سئل زيد بن ثابت عن زوج وأخت لأبوين، يعني شقيقة توفيت عن زوج لها وعن أخت شقيقة، نعم. فأعطى الزوج النصف والأخت النصف. استغرقت إذن المسألة، استغرقت الفروض المال ولم يبقى للعاصب شيء، فإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، نعم. فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. رواه أحمد. نعم، لما أنه فصل في هذه القضية أسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك، أعطى الأخت النصف والزوج النصف، ما بقي في المسألة شيء، استغرقت الفروض، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، واقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه،
متفق عليه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا كما في قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. كمل. النبي قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، واقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته. نعم، أي مؤمن مات وترك مالا فإنه يرثه عصبته، وعصبته هم أقرب الناس إليه من الذكور. نعم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا. نعم، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني. ضياعا أو جمع ضيعة. ومن ترك مالا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. متفق عليه. أي نعم، فهو مولى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين. نعم، العصبة تفاوتون، الشقيق يسقط الأخ لأب لأنه أقوى منه، لأنه أقوى منه، أقوى قرابة منه، الشقيق أقوى من الأخ لأب، فهو أخص منه بالميراث. والناظم يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعدهما بالقوة جعلا. نعم، بالقوة، كلاهما أخ، هذا لأب وهذا شقيق، لكن الشقيق أقوى قرابة فيقدم على الأخ لأب ويكون الميراث له. نعم. باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين. عن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. نعم، الله جل وعلا لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالله قدم الوصية على الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية، والرسول مفسر للقرآن، هذا يدل على أن الحقوق المتعلقة بالتركة يقدم الدين أولا ثم بعد الدين الوصية التي في حدود الثلث فأقل، ثم بعد الوصية الميراث، هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. يعني لو أخذنا بالآية بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين لقدمنا الوصية على الدين، لو أخذنا بظاهر الآية، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينت أن الدين قبل الوصية، فهذا الذي عليه عمل المسلمين أنهم يقدمون الدين على الوصية. نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.
هؤلاء إخوة العلات اللي يشتركون في الأب فقط، هذه إخوة العلات. أما الإخوة للأم والأب هؤلاء أشقاء يتوارثون بينهم. نعم. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. نعم. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقوى منه قرابة. نعم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وللبخاري منه تعليقا قضى بالدين قبل الوصية. للبخاري رواية من رواية هذا الحديث تعليقا، والمعلق عند البخاري هو الذي يرويه بدون سند، يرويه بدون سند، فيقول مثلا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو ثبت عن رسول الله كذا، ولا يذكر السند. هذا المعلق. نعم. معلق بصيغة الجزم. نعم. باب الأخوات مع البنات عصبة. نعم. هذا التعصيب مع الغير، لأن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فهذا الحديث الذي سيأتي العصبة مع الغير، الأخوات معصبات. قال الناظم: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم. باب الأخوات مع البنات عصبة. نعم. عن هزيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود. قال يعني سئل أبو موسى عن ابنة وابنة أبو موسى الأشعري. نعم. عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف. هذا على الظاهر، على ظاهر القرآن. نعم. وأتي ابن مسعود. نعم. هذا في أن المفتي إذا تشكك من فتواه يحيل إلى من هو أوثق منه علما. نعم. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. نعم. هذا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قضى بأن للبنت النصف، للبنت بنت الصلب النصف، ولابنة الابن السدس، ولابنة الابن السدس. كان ابن أبو موسى. نعم. أبو موسى كان أبو موسى بنى على الظاهر، فأعطى كل منهما النصف وما بقي شيء، فذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه. وهكذا الصحابة كانوا يتراجعون فيما بينهم في مسائل العلم وفي الفتاوى، فلما جاءوا إلى ابن مسعود قال: لقد ضللت، يعني لو أخذت بهذا القول، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. نعم. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. نعم. للبنت النصف، البنت لها النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لا تأخذ النصف الآخر، لا تأخذ السدس تكملة الثلثين. نصف سدس كم يصير؟ ثلثين. أي نعم. وما بقي فللأخت. وما بقي بعد النصف، وما بقي بعد النصف والسدس تكملة الثلثين يعطى العاصب. نعم. وما بقي فللأخت، رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
وزاد أحمد والبخاري فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. نعم لا تسألوني ما دام هذا الحبر يعني ابن مسعود رضي الله عنه ما دام هذا الحبر فيكم. فهذا فيه دليل على تواضع الصحابة بعضهم لبعض واعتراف بعضهم بالعلم لبعض. نعم. وعن الأسود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث الأسود النخعي يعني الأسود يعني النخعي. نعم. أن معاذ بن جبل وعن الأسود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنه جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. رواه أبو داود والبخاري بمعنى. نعم أعد. وعن الأسود أن معاذ بن جبل ورث أختا معاذ بن جبل كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا. نعم. أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنه جعل لكل واحدة منهما النصف. نعم الأخت لها النصف في نص القرآن وكذلك البنت لها النصف الباقي فما بقي في المسألة شيء استغرقتها الفروض. نعم. أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وعرض له هذه القضية وحكم فيها كل واحدة النصف في نص القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم حي وما اعترض على هذا أقره. نعم. رواه أبو داود والبخاري بمعناه. باب ما جاء في ميراث الجدة والجد. دعنا من هذا الدرس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل تعلم علم الفرائض يعد فرض عين أو فرض كفاية على المسلم؟ إذا لم يكن أحد تعلمه يكون فرض عين، أما إذا كان هناك من تعلمه يكون فرض كفاية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يستطيع المسلم أن يتعلم الفرائض بنفسه دون معلم؟ لا ما يستطيع ولا حوله، لازم من المعلم. الفرائض ما هي سهلة، صعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول مع تطور الأجهزة الحديثة هناك برامج تقوم بقسمة المواريث، فهل تعد صالحة في هذا الأمر وكافية؟ إذا كان يشرف عليها عالم متضلع بالعلم لا بأس، أما إنها ما يشرف عليها عالم فلا يعتمد عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن والديه كافران. نعم. فهل يرث منهما إذا مات؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث بعضهما من بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول شخص يخرج على القنوات وينادي بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأن الرجل لا يرث ضعف المرأة، يقول ما حكم مثل هذا الأمر؟ هذا ملحد والعياذ بالله، هذا ملحد فلا يلتفت إلى قوله وينكر عليه، هذا معارض للقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، أعيد السؤال. يقول شخص يخرج على القنوات وينادي بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث. أسأل الله العافية، هذا معارض لأحكام الله جل وعلا وأحكام رسوله، ملحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الوصية لأحد الورثة إذا كان محتاجا
وذا ظروف خاصة كإعاقة مثلا، وأما بقية الورثة فهم أغنياء، هل يجوز له أن يوصي له؟ كيف؟ تقول ما حكم الوصية لأحد الورثة إذا كان محتاجا أو ذا ظروف خاصة؟ لا وصية لوارث، قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الوصية بمنع أحد الورثة من نصيبه لعقوقه؟ نسأل الله العافية، هذا يعارض حكم الله عز وجل، فلا يحرم الوارث من ميراثه الذي أعطاه الله له، ما أحد يقطع أحد من ميراثه، ومن قطع أحدا عن ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول المطلقة طلاق رجعية إذا توفي مطلقها وهي في العدة فهل ترث منه؟ المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة فهي زوجة ترث منه، ما دامت في العدة فهي زوجة ترث منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لشخص أن يوصي بعد وفاته أن يعطى ماله كله لشخص آخر؟ ما هو ماله له لما إذا مات، ما هو ماله له، للورثة، انتقل إلى الورثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من الأقوى في الميراث، من الأقوى في الميراث، الأخ لأب أو الأخ لأم؟ الأخ لأب عاصب، وأما الأخ لأم فهو صاحب فرض، صاحب فرض فهو أقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا وهبت مالي في حياتي وهبته لزوجتي وذلك خوفا عليها وعلى بناتي من الفقر، فهل يعتبر هذا محرما وتحايلا على شرع الله؟ كيف؟ إذا وهبت مالي في حياتي لزوجتي ولبناتي خوفا عليهن من الفقر، فهل هذا يعتبر محرما أو تحايلا على شرع الله؟ نعم، لا يعمل هذا الشيء، ماله بيده ما دام حيا، فإذا توفي فالمال للورثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا استغرقت الديون التركة فما الحكم في ذلك، هل يكون للورثة شيء؟ منين لهم شيء؟ استغرقت الديون ما بقي شيء، والدين يقدم على الميراث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما يتركه الميت من ملابس وأغراض شخصية هل يتم توزيعها أيضا حسب الميراث الشرعي؟ إيه نعم، حسب الميراث الشرعي، إلا إذا كانت لا يرغب فيها كونها ملبوسات لا يتصدق بها، أما إذا كانت لها قيمة ويطمع فيها فهي من الميراث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن أبي أوصاني أن أعطي أمي مبلغا من المال وبعد وفاته نفذت وصيته وأعطيتها المال. إيش؟ إن أبي أوصاني أن أعطي أمي مبلغا من المال وبعد وفاته نفذت الوصية وأعطيتها المال من التركة، ثم بعد ذلك تمت قسمة الميراث، فهل في هذا العمل شيء؟ هذه راجع فيها القاضي، راجع فيها القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من أوصى له رجل بشيء من ماله وكان أثناء الوصية غير وارث ثم عند وفاة الموصي أصبح وارثا، فهل تنفذ الوصية؟ العبرة بحالة الموت، العبرة بحالة الموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول
الحث على تعلم الفرائض وتعليمها هل هو خاص بالقضاة في المحاكم؟ عام للمسلمين، أو خاص بالقضاة في المحاكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تسأل فتقول: إن الحكومة تودع لنا في حسابنا مبالغ مالية بمناسبة عيد رأس السنة، فهل يجوز لنا أن نستفيد من هذه الأموال التي أعطينا بهذه المناسبة؟ لا يحتاج تكتبون سؤال للمفتي ويعرض على اللجنة الدائمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك كتب معينة تنصحون بها في الفرائض وتعلمها؟ كتب موجود، كتب في الفرائض مطولة ومختصرة، فتبدأ بالمختصرات، ولكن ما ينفع المطالعة، ولازم تقرأها على العلماء يشرحونها لك ويبينونها لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للورثة أن يتفقوا على عدم القسمة وإبقاء المال كما هو لأنه يدر عليهم سنويا؟ إذا اتفقوا على هذا الحق لهم، أما إذا لم يتفقوا لا، يعطى المطالب بحقه يعطى حقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل حرم جميع أبنائه من الميراث وأعطاه لولد واحد فقط، فهل هذا المال يعتبر حراما على هذا الولد، وهل يأثم الولد إذا تصرف به؟ نعم نعم، حرام عليه ذلك، ليس للوالد إلا الثلث فأقل وصية يوصي بها، ليس له إلا الثلث فأقل يوصي به، ولا يعطيه لوارث، يوصي به لغير وارث، الوارث لا يوصى له، يكفيه ميراثه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ حرام، ولعن صلى الله عليه وسلم زوارات، في رواية زائرات القبور، المتخذين عليها المساجد والسرج، حديث صحيح. ألا يجوز للنساء أن تزور المقابر، لا قرابتها ولا غيرهم، إنما تدعو لقرابتها ووالديها وإخوتها، تدعو لهم ولا تزور قبورهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص له ثلاث زوجات وجعل بيته وقفا بعد وفاته، واشترط من أرادت الزواج بعد وفاته فعليها أن تترك هذا البيت وتخرج منه، فهل يحق له هذه الوصية؟ هذه تعرض على القاضي، تعرض على القاضي ينظر فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الماء الذي يوزع في المساجد ويكون للمصلين والموجودين في المسجد، هل يجوز للإنسان أن يأخذ منه وأن يخرجه خارج المسجد ويذهب به إلى منزله أو غير ذلك؟ لا، الماء المخصص للمسجد لا يخرج من المسجد ولا يذهب به إلى بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز المسح على الجوارب التي فيها خروق صغيرة؟ إذا كان يتبين الجلد مع هذه الخروق لا يجوز هذا، اشترط في الممسوح عليه أن يكون ساترا للجلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ثبت عليه الكذب أكثر من مرة فهل يجوز أن يؤخذ منه العلم؟ ما أعرف حاله وما أدري ما هو الكذب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أوصى الإنسان
بأن يوضع على قبره إضاءة وإنارة، فهل يجوز تنفيذ هذه الوصية؟ لا، هذه وصية باطلة، ولا يجوز إسراج القبور أو إضاءة القبور والمقابر، هذا حرام، وهذا مدعاة إلى تعظيمها وعبادتها من دون الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول إن عنده كلب، ولما عرف حكم اقتنائه وأنه حرام لغير سبب شرعي أراد أن يتخلص منه، فما هي الطريقة الشرعية للتخلص منه، حيث إنه إذا تركه عند الناس فإنه يضر بهم، فهل يجوز له أن يقتله؟ لا، ما يسلم ولا سلموا للبلدية، والبلدية تكفيه يعني أمره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أن الأب يكتب له حسنات أولاده أو مثل حسنات أولاده؟ إذا كان رباهم على الخير ورباهم على العمل الصالح، نعم يكتب له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا أراد المسلم أن يزور قبرا معينا لكنه لم يعرفه، فهل يجوز له أن يدعو له في المقبرة دون أن يحدد قبره؟ يدعو له بغير المقبرة، يدعو له في بيته أو في المسجد أو في أي مكان أو خاص بالمقبرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا خشي من أحد الورثة أن يتلف نصيبه من الإرث وأن ينفقه بسفاهة أو لفسق، فهل يجوز حرمانه حتى ينضج؟ ما يحرم، ولكن يحفظ المال، يحفظ المال ويقام عليه وكيل يحفظ المال له، هذا ما يسمى بالحجر، يحجر عليه إفساد ماله أو إتلاف ماله، يحجر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم في بلاد الإسلام أو في غيرها أن يعمل عند كافر براتب شهري؟ لا بأس بذلك، الآجار على عمل مباح من كافر أو من غيره، لا بأس، يشتغل بالأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم إهداء ثواب الطاعات إلى الأموات؟ طيب، أول هذا طيب، مثل الصدقة عنهم، مثل الحج، مثل العمرة، مثل هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجب على الزوج أن يطلع زوجته على أموره المالية وأن يستشيرها في ذلك؟ لا، ما يجب عليه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رد الهدية هل يعد من الكبر، وهل يجب على المسلم أن يقبلها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فلا ترد الهدية، الهدية لا ترد، لأن هذا يحدث عند صاحب الهدية، يحدث عنده شيئا من الحرج ومن انقباض النفس، يأخذ الهدية إن كان يحتاجها استعملها، وإن كان ما يحتاجها أعطاها لغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل لديه ابن عاق به ولم يره طول حياته، مع أنه حاول التواصل معه لكن الابن رفض، ولديه ابن آخر قام بكل أعبائه وبر به وزوج أخواته، فكتب هذا الأب البيت باسم زوجته أم الولد البار، فهل يجوز له ذلك؟ يرجع إلى القاضي في هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها الإجهاض إذا كان الحمل في بدايته؟ إيش السبب؟ يرجع إلى الأطباء، إذا قرروا
أنه لا بد من إسقاطه لأن على حياتها خطرا منه، فليرجع إلى تقرير الأطباء. إذا قرروا إسقاطه وكان دون أن تنفخ فيه الروح، أما إذا نفخت فيه الروح لا ما يسقط، أما قبل أن تنفخ فيه الروح فلا بأس إذا قرر الأطباء ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سؤال من امرأة تقول: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الحمل؟ إذا كان هذا لغرض صحيح، إذا كان هذا لغرض صحيح له منعه، أما إذا كان إنما هو هوى أو ما يبي الأولاد أو فلا يجوز له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة؟ حرام عليها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، حديث صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه يجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن أولا ثم يطلب العلم بعد ذلك؟ هل صحيح أنه يجب على طالب العلم؟ يجب؟ لا، ما يجب، لكن كونه يحفظ القرآن أولا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء بالبركة للكافر إذا رأينا فيه شيئا جميلا ومحمودا أن نقول بارك الله لك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إذا فعل الكافر شيئا حسنا فإنه يثنى عليه بفعله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الشك إذا كان في وجود النجاسة، هل هي موجودة أو لا؟ كيف؟ يقول: ما حكم الشك في النجاسة، هل هي موجودة أو لا؟ كيف يتعامل مع ذلك؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، إلا إذا تيقن وجود النجاسة فيجب عليه أن يزيل النجاسة، أما مجرد الشك الأصل الطهارة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: شخص يذنب الذنب ثم يتوب ويستغفر، ولكنه يعلم أنه سوف يعود إلى الذنب مرة أخرى، فهل تعتبر توبته توبة نصوحة، وهل تقبل عند الله سبحانه؟ يعلم إيش؟ شخص يذنب الذنب ويستغفر منه، ولكنه يعلم أنه سوف يعود إلى الذنب مرة أخرى، فهل تعتبر توبة؟ إذا ما تاب، إذا كان أنه في نيته أنه يعود إلى الذنب وهو يستغفر ويتوب ويعلم أنه سيعود إلى الذنب، هذه التوبة ما هي بصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تخلو مع السائق ومعهما طفل عمره 9 سنوات، أي طفل مميز؟ لا، لا بد أن يكون من معهما بالغا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل القلم المصنوع من الذهب؟ لا، ما يجوز لها أن تستعمل القلم المصنوع من الذهب أو المذهب، لا يجوز لها ذلك، لا للمرأة ولا للرجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: السواك عند الصلاة هل هو أمر واجب أو من باب السنة والاستحباب؟ باب السنة المؤكدة، أنه يستاك لأجل يزيل ما في فمه من الرائحة ويستقبل الصلاة والقرآن بفم خال من الروائح الكريهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل خرج في القنوات وذكر دليلا
على جواز الأخذ من اللحية، وهو استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، فقال: هذا يدل على جواز الأخذ منها، فهل ده استدلاله صحيح؟ لا، هذا استدلال باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، أرحو اللحى، أرسل اللحى. هذا استدلال باطل. اللحية لا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق، ولا يتعرض لها بشيء، اتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول إن أمه كافرة، فهل يجوز له أن يوصي بشيء من ماله بعد وفاته لها؟ لا بأس بذلك، باب الإحسان إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من حدثه مستمر، ماذا يعمل عند الوضوء وعند الصلاة؟ توضأ عند ما يريد الصلاة. اللي حدثه دائم يتوضأ عند ما يريد الصلاة، ويصلي في الحال ولو خرج منه البول، صلاته صحيحة، لأنه لا يسعه إلا هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة إذا كانت في مكان عام ولم تجد مكانا لأداء الصلاة، فهل لها أن تجمع صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وهي مقيمة؟ المرأة إذا كانت في مكان عام ولم تجد مكانا للصلاة، فهل لها أن تجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وهي مقيمة؟ وهي مقيمة؟ نعم. لا، ما تجمع. المعروف أن مجامع النساء بها مصليات إذا كانت في هذه البلاد، أما إذا كانت في بلاد أخرى أو اضطرت إلى الجمع تجمع، ما في بأس، ضرورة. نعم. ما تمكنت تصلي الصلاة في وقتها تجمعها مع ما بعدها، تمكنت يجب عليها الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاتته صلاة الجماعة في المسجد المجاور لمنزله، فهل يجب عليه أن يذهب إلى مسجد آخر ما زالت الجماعة فيه قائمة؟ إيه نعم، ما دام المسجد قريب منه يذهب إليه، يدرك الجماعة، ما يصلي وحده وهو يدرك جماعة قريبة منه ولو كانت في غير المسجد الموالي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الإمام من الهاتف قراءة القرآن في صلاة الفريضة؟ لا يقرأ حتى من المصحف، ما يقرأ في الفريضة، إنما يقرأ حفظا من السور القصار ومما تيسر، ولا يقرأ من المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن أو لغير ذلك من المصالح العامة؟ الزكاة للفقراء والمساكين مذكورة في الآية، لا يخرجها عمن ذكر في الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: رجل محتاج إلى الزواج وليس عنده مال، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك؟ رجل محتاج إلى الزواج وليس عنده مال، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك؟ أي نعم، يعطى ليتزوج، هذا من الضرورات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الساعة من الذهب؟ لا، حرام لبس الذهب والمذهب، حرام على ذكور هذه الأمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز التطوع بالحج أو العمرة عن الحي العاجز؟ نعم، يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للحناء، هل هو مانع من وصول الماء عند المسح عليه لأجل الوضوء؟
لا ما هو مانع، ينزل الماء ويخترق الحنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في قوله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إذا كان الرجل أو الزوج لا ينفق على امرأته فهل تسقط قوامته بذلك؟ في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته من ماله فهل تسقط قوامته؟ ما تسقط، ولكن تطالب بنفقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الجمعيات الخيرية تقوم بإعطاء الفقراء شيئا من المواد الغذائية، فهل يجوز أن أشتريها من هذا الفقير الذي أعطيت له؟ نعم لا بأس، إذا أخذ الفقير وملكها ويريد يبيعها تشتري منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما نصيحتكم للمسلم في أوقات الفتن وكيف يتعامل معها؟ تجنبها، تجنب مواطن الفتن وأهل الفتن ولا يخالطهم، يبتعد عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم بيع وشراء القطط؟ حرام، بيع القطط حرام مثل بيع الكلاب، جاء في الحديث نهى عن ثمن السنور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل صرف العبادة لغير الله يعد شركا أكبر أم أنه يجب أن يقترن به النية؟ صرف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يقول هل معنى ذلك الكفر الأكبر؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا شك من الراوي، هل الرسول قال كفر أو قال أشرك، وكلاهما خطير جدا، وإذا كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله هذا شرك أكبر، أما إذا كان لا يعظم المخلوق مثل ما يعظم الله هذا شرك أصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم ترك العمل الصالح خوفا من الرياء؟ هذا من الشيطان، فلا تترك العمل الصالح خوفا من الرياء، بل اعمل وأخلص لله عز وجل، يجيك الشيطان ويقول لك لا تعمل هذا العمل لأنه قد يحملك على الرياء، وما هذا من وساوس الشيطان لا يلتفت إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الحلف بقول ورب المصحف؟ لا يجوز هذا، رب المصحف ما يجوز. نعم. لكن يحلف بالقرآن أو بآية من القرآن لا بأس، كلام الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول ما حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التبرك بمسح منبره عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز هذا، قبر الرسول ما حد يصل إليه يا أخي، ما حد يدخل على قبر الرسول ويقبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على قراءة سورة البقرة في البيت، فهل معنى ذلك أنها تقرأ كل يوم؟ اي نعم، إذا قرأت كل يوم فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل يعاني من الصداع، فهل يجوز له أن يعلق تميمة فيها أذكار وأدعية؟
الصداع له علاج، يراجع الأطباء ويجدون له علاج إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقوم برقية الجمادات، كأن يرقي سيارة جديدة له حصل فيها خلل؟ رقية الجمادات،